المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه المنظمه لهذه البطوله معايا على التليفون. باشمهندس خالد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا كابتن ميدو، كل سنه حضرتك طيب ودايما بتنورنا. ربنا يخليك، واهلا بكل الاهلاويه وكل مستمعي واللي بيشوفوا قناه الاهلي في التلفزيون. اهلا بيك يا باشمهندس، ودايما كده بنتشرف بيكوا وصوره مشرفه كالعاده. مجلس اداره النادي الاهلي في اي مكان بصراحه صوره مشرفه وصوره كبيره جدا بتقدموها لكل جماهير النادي الاهلي، وبنعتز بحضراتكم. بص يا ميدو، لما يبقى سفاره بقدر المانيا، وعارفين طبعا المانيا النهارده تعتبر اقوى دوله في اوروبا ويمكن ثاني دوله مثلا من الدول المتقدمه على مستوى العالم، اما تفكر انها تعمل حدث رياضي بتفكر مين الرائد ومين الهرم الرياضي اللي في مصر عشان تشاركوا في حاجه زي دي. تمام. فالحقيقه سفاره المانيا اما فكرت تعمل بطوله الدبلوماسيين فكرت في النادي الاهلي، وعملنا معاها شراكه في هذا الموضوع، ودي ثالث سنه يمكن نعمل هذه البطوله او نبقى بنساعدهم في هذه البطوله، خاصه انها اتغير اسمها من بعد ما جينا احنا كمجلسنا. اتغير اسمها بدل بطوله السفارات بقت بطوله الاهلي الدبلوماسيه. جميل. ودي برضو تدي لك قدر وقيمه النادي الاهلي ان هو يعني يقترن اسمه بحاجه زي دي. اكيد. ودي من ضمن برنامج عائله الاهلي اللي احنا كنا عرضناه من ناحيه المسؤوليه المجتمعيه اللي على النادي الاهلي تجاه البلد. انت النهارده عايز تحسس العالم كله انك انت بلد الامن والامان، وعايز تنشط السياحه، فما تتعمل حاجه زي دي ويبقى حدث محترم زي دي، ووكالات الانباء العالميه بتنقله، والتقارير اللي تبعتها سفاره المانيا عن طريق السفير لوي بقد ايه ان 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 الحدث ده حدث محترم وقد ايه الناس بتنبسط فيه. السنه اللي فاتت كان عندنا حوالي 22 سفاره، السنه دي عندنا 21 سفاره زائد الجامعه العربيه زائد وزاره الخارجيه، ويمكن ان شاء الله في المؤتمر الصحفي اللي هيبقى يوم الاحد هتقام القرعه، وهيحضر القرعه طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وهيحضر طبعا سفير المانيا في القاهره، وهيحضر برضو معالي السفير عمرو الحناوي اللي هو مساعد اول وزير الخارجيه للامن، وده هيكون موجود، وده برضو يدي لك يعني انطباع قد ايه ان وزاره الخارجيه والخارجيه المصريه بترعى هذا الحدث، خاصه انها هتبقى بتشارك، ويمكن السنه اللي فاتت اللي كسب كانت وزاره الخارجيه المصريه. بالظبط. فالحقيقه حاجه محترمه، احنا بنسعد بهذا الايفنت ده. الايفنت ده ان شاء الله هيبدا يوم 22، كان عندي لقاء مع السيد السفير واتفقنا على كل حاجه، وكان معايا طبعا دينامو البطوله دي هو الاخ هشام مرزوق، وهو مساعد الانصل في سفاره المانيا، والحقيقه راجل يعني بيساعدنا كمان كاهلاويه. خلي بالك انت النهارده ما الاهلي بيفتح يعني للسفارات، انت برضو بتساعد الاعضاء في حاجات كتير، في الفيز، أكيد. يعني الحقيقه الموضوع ده كله يعني سواء بتفيد البلد كبلد، وفي نفس الوقت بتفيد اعضاء النادي، ان هي بيبقى في علاقه كويسه قوي بيننا وبين كل السفارات، بتفيد فرق النادي، انك انت بتبقى مثلا عايز تعمل معسكرات بره. الحقيقه يعني ما فيش شك ان دي حاجه محترمه، وان شاء الله باذن الله هتبقى حدث. السنه اللي فاتت كان يعني لقى قبول ولقى يعني تقدير جدا من الخارجيه، ولقى تقدير من السفاره الالمانيه، وانا عارف ان التقارير اللي راحت بره كانت تقارير يعني ايجابيه جدا في حق النادي الاهلي، ودي مش جديده على النادي الاهلي، وربنا يقدرنا ان شاء الله ان السنه دي تبقى احسن من السنه الجايه، وتبقى حاجه مشرفه تليق باسم النادي الاهلي، وتليق طبعا بقيمه وقدر جمهوريه المانيا. والله يا باشمهندس انا قلت من فتره، قلت النادي الاهلي تعدى حدوده الداخليه والعربيه والافريقيه، واصبح ممثل لمصر دوليا وممثل بقوه كمان. عشان كده بتكلم في نفس السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان هي بطوله فعلا كبيره جدا، بطوله كمان جايه قبل بطوله كبيره قوي هتنظمها مصر، بطوله افريقيه، اكيد هتدي انطباع كبير قوي للدنيا كلها قد ايه الدنيا جميله في مصر، قد ايه احنا قادرين ننظم اي حاجه، حتى بطوله السفارات اعتقد ان هي بطوله يعني من الاهميه ليها، ان احنا لازم نهتم بيها ولازم نشيد بيها. والله ما فيش شك ان هي واخده اهميه جدا. النهارده ما بتشارك سفاره اسبانيا، وبتشارك سفاره سويسرا، وبتشارك سفاره كوت ديفوار، وسفاره روسيا،
21 سفاره زي ما حضرتك قلت بالظبط. فالحقيقه دي كلها سفارات كونها انها تشارك وفي اللي يحتضنها ارض النادي الاهلي او النادي الاهلي الشيخ زايد، مفيش شك ان ده برضو قيمه كبيره للحدث لنفسه، وفي نفس الوقت زي ما انت قلت كده دي يعني ترجمه لقد ايه مصر وقد ايه النادي الاهلي كجزء من مصر الحبيبه ان 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 هو بي بي يعني بيبقى زي ما تقول المرايه الحقيقيه لاي حاجه أكيد. سواء تنظيميه او سواء سياحيه او سواء اداريه لمصر في العالم كله. اكيد يا باشمهندس، دايما راسنا مرفوعه معاك ودايما بتشرفونا في اي مكان حضرتك فيه. والنهارده الدكتور محمد العدل قال النهارده ان شاء الله انك انت هتبقى موجود وعمر ربيع ياسين وشيما صابر هتبقوا موجودين عشان تغطوا الحدث ده وتعملوا لقاءات مع السفراء وتبقى بحاجه كويسه برضه نحتفل بيها ان شاء الله في قناه الاهلي، تبقى اضافه كبيره للقناه بتاعتنا. احنا بنتشرف باي مكان بنكون فيه بنمثل النادي الاهلي فيها يا باشمهندس. ربنا يخليك يا ميدو وربنا يوفقك دايما، وسلامي لكل الساده مشاهدينك الكرام، وربنا قدرنا كده يا رب ان شاء الله كده دايما نبقى عند حسن ظن الجميع ويبقى دائما وابدا الاهلي فوق الجميع. كلام دايما ممثلين النادي الاهلي يا جماعه في اي مكان، انا قلت قبل كده هم سفراء للنادي الاهلي في اي مكان بيكونوا فيه. كلام محترم جدا مهندس خالد مرتجي، بشكره شكرا جزيلا، عضو مجلس النادي الاهلي وعضو مجلس النادي الاهلي ورئيس اللجنه المنظمه لهذه البطوله.